السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم مسك الختام كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات تحت قيادة الدكتورة ريهام ممتاز عديدة الكلية وتحت إشراف أسرة الرواد الدكتور صلاح كابتن 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 اللي حاضر النهاردة ويشرف صورة جمعية الأمسية الكروية رب المهمات صورة جمعية مشكورا كل الشكر والتحية والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور صلاح عليان تحت إشراف أسرة الرواد بقيادة الدكتور أيمن صلاح ودكتور شريف فتحي ودكتور كريم أسامة أسرة التنظيم اللي قامت على تنظيم هذا العرس الكبير المهندس محمد عباس والمهندس محمد عمرو والمهندس أحمد عزب والمهندس مهند والمهندس أحمد فيصل طبعا ما ننساش طاقم تحكيم اليوم الكابتن معتز أمين والكابتن شريف فتحي حكم الساحة وحكم اللقاء عدسات مخرجنا الجميل كابتن مجدي سليمان اللي بيصور ويقول دائما وابدا في نادي الزمالك وما ننساش نجمنا ونجم التحكيم المصري والوطن العربي اللي شرفنا في كل مكان كابتن كبير الكابتن احمد ابو الحاج افصل الكهرباء والله لو ما قلت افصل الكهرباء احبائي الكرام في امسيه كرويه هي الاروع هي الاجمل كليه الهندسه الجامعه الحديثه للتكنولوجيا والمعلومات لقاء الليله حبيبي اديني صور واديني فرصه صور الصعب ريال مدريد اللي بيلعبوا على المركز الثالث والرابع بعد صولات وجولات على مدار شهر رمضان الكريم كل التحيه والتقدير للفريقين اللي هيلعبوا على المركز الثالث والرابع احنا النهارده جايين نلعب مباراه كره قدم عايزين روح الموده هي اللي تسود عايزين روح المحبه روح المرافقه هي اللي هنطلع بيه في النهايه الشك والجذب ملوش مكان ما بين طبعا كليه التكنولوجيا والمعلومات لا لان فيها طبعا مهندسين ذو قيمه وقاله النهارده عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع في ملعب اللقاء. على سيادة مخرجنا الجميل كابتن مجدي سليمان والاستاذه دعاء ابو تامر محمد حسن وعمرو مالك شيكا عبد الله مدحت على بركه الله نبدا احداث اللقاء. الكره مع فرقه ريال مدريد باصه سحريه كده جميله ناحيه اليسار تماما حلوه يا ولد يا لعيب لكن حبيبي ابو سعد يخطف الكوره على مهله خالص باصه والثانيه في وسط الملعب مع فرقه ابو سعد يرجع للخط مره ثانيه عند عمرو صالح يلعب الكره اقصى اليسار عند عبد الرحمن فوزي اللي على مهله كده يرجع لحراسه المرمى مره ثانيه باصه والثانيه عايز يدور على الحلول الاختراق لكن في ضغط من فرقه ريال مدريد في هذه الاثناء يرجع مره ثانيه في الخلف يا ولد يا رعيب على مهله بيرمي الهجمه من تحت فرقه ابو السعد في اولى دقائق اللقاء واحده والثانيه وضغط عليه من لاعب ريال مدريد يحتفظ بالكوره لاعب ابو السعد لكن يا سلام يا ولد ركل الثمان بس هو اللي قال الكرة مع ريال مدريد في الخلف يرجع على مهله كده باصه والثانيه كان في خطا بسيط في تعديل الفرق مشكورا للزميل اللي عدل لنا هذه الاسماء واحده والثانيه يا ولد يا لعيب تضبط ركله التماس لمصلحه فريق ريال مدريد بتلعب على طول لسه كده مخلوقين في وسط الملعب ضغط عليهم قوي جدا من فرقه ابو السعد هاي يا ولد يا لعيب على مهله نفتح له لك اقصى اليسار تماما لكن تروح يا ولد يا ولد يا لعيب هاي ضغط عليه وعقل التماس لمصلحه فريق ريال مدريد كره في وسط الملعب رايحه جايه لسه عنصر الخطوره ما بانش مفيش الياف حقيقيه ظهرت حتى الان باصه والثانيه يا ولد لعيب وباه يا ولد يا ولد يا ولد الله 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 باصه والثانيه يا ولد لعيب وباه يا ولد يا ولد يا ولد الله 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 يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله بيمينه حطها له اولى الاهداف لفرقه
ريال مدريد بتسديده قويه تمر من بين اقدام حارس المرمى. يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب، على طول الكره مره ثانيه لابو السعد، باصه بيدور يقتل مين، ضغط عليه قوي جدا من ريال مدريد، صفر الكابتن الكبير الكابتن شريف فتحي، واحده والثانيه جامد جدا في وسط الملعب، صفرت الكابتن شريف فتحي مره ثانيه، ضربه حره مباشره يحتسبها حكم اللقاء، وطبعا بيساعده في التحكيم النهارده الكابتن معتز دانيل احد الركائز الاساسيه في التحكيم. ضغط كده على طول عايز يحافظ على الهدف، وفرقه ريال مدريد ابو السعد ضغطه واحده والثانيه عند ريال مدريد في قلب الملعب، توزيعه تطلع بره الملعب بين فاق للتماس لمصلحة فريق أبو السعد. كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، أنفية مشرفة، عرس رياضي كبير لإحياء الرياضة في مصر وتنشيط الرياضة. حلوة الكورة يا ولد يا لعيب عند ريال مدريد، باصة كده على مهله بيفكرنا كده بنجم هولندا الأصغر، يرجع الكورة في الخارج مع ريال مدريد المتقدم بهدف حتى الآن، لسه أبو السعود ضاغط، واحدة والثانية ريال مدريد بتخطف لأبو السعود. يا ولد يا لعيب، هوكو هوكو هوكو، يا سلام يا سلام يا سلام، الحارس في الزمان والمكان يطلع كورته ترجع مرة ثانية، سريعة الكورة، حلوة يا ولد يا لعيب، بيفكرنا كده بأدجار ديفيز اللاعب الهولندي. واحدة والثانية تعدي الكورة، لكن ضغط يا سلام بضغط من روعة الروعة، لاعب ريال مدريد يطلع الكورة، لاعب أبو السعد آسف، مرة ثانية ترجع عند 19 ويرجع لحراسة المرمى أحمد ياسر، باصة والثانية عند 19 في وسط الملعب. يا ولد يا لعيب، لسه كده الكورة ما مشيتش مع فرقة أبو السعد حتى الآن، واحدة والثانية عند ريال مدريد، باصة جميلة عند أدجار ديفيز. يا ولد يا لعيب، مرة تانية بتحاول من أقصى اليسار لأقصى اليمين يلعب كورته، الكروس في العرض فين؟ مين اللي جاي من الخلف؟ عايز لف ودوران لكن ضغط عليه، وضربة حرة مباشرة يحتسبها الكابتن معتز أمين تحت البقاع السحرية في الملعب، تتلعب على طول في الخلف مرة تانية، عايز يشوط تسديدة كده أي حاجة تطلع بره الملعب. رمي التماس، ركل التماس لمصلحة فريق ريال مدريد المتقدم بهدف أحرزه بعد مضي 5 دقائق من أحداث اللقاء، اللقاء اللي يقام على تحقيق مركزي الثالث والرابع. يا ولد العنوان كله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا احمد يا ياسر، يشيل كره روعه الروعه، كانت هتعمل اسعاد وتسديده مره ثانيه، وزي ما قلنا احمد ياسر في هناك في الناحيه الثانيه عمرو صلاح، هايل هايل يا عمرو، شال كره في قمه الخطوره، كانت هتكلم فريق ابو السعد الهدف الثاني، ترجع مره ثانيه لريال مدريد، ريال مدريد كرة عرضية جميلة، اوبا ريال مدريد كرة عرضية جميلة، اوبا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، طرف الهوا شاشي وانت ما تدراش، باليمين ماشي بالشمال ماشي، يا حلاوتك يا جماله، بيمينه حطها له الهدف الثاني، روعة الروعة لفريق ريال مدريد المتقدم بهدفين على ابو السعد حتى الان، بأمسية كروية هي الاروع وهي الادى، عرس رياضي كبير بيقام النهارده كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات اللي بتشجع الرياضة وبتعزل الرياضيين في ليلة هي الاروع هي الادى. الله 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 عليك يا دكتور صلاح يا عليان على هذا الحضور المشرف والجميل في هذا اللقاء، يا سلام عليه في التحفيز، التحفيز القوي جدا الراجل طبعا ذو قيمة وقامة كبيرة الدكتور صلاح، مشكورا كل الشكر وكل التحية والتقدير ليه على هذا الحضور المشرف في هذا العرس الرياضي الكبير اللي بيقام على ملعب نادي الزمالك وبصحبته كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الحاج حكمنا الدولي. حلوة الكورة، ركلة تماس لمصلحة فريق ابو السعد، بتلعب سريعة ترجع مرة ثانية لريال مدريد لأدجار ديفيز، يا ولد يا لعيب، يطلع كرة كده تطلع وتبقى ركلة مرمى لمصلحة
صاحب فريق ابو السعد المتاخر بهدفين حتى الان. كابتننا الكبير الكابتن شريف بص بساعته خلاص داخلين على المنعطف الاخير من نهايه الشوط الاول. احداث اللقاء اللي بيقام بين ريال مدريد وابو السعد على تحديد المركزين الثالث والرابع. الكره عند احمد ياسر يرجع الكره مره ثانيه لاحمد ياسر. حارس مرمى متميز ظهر كده كورتين ثلاثه حلو الولد لعيب. لابتر ديفيدز مرة تانية لم يخطأ خطأ كده فادح كان هيكلمه كتير تطلع وتبقى ركلة ركلية لمصلحة فريق أبو السعد على حدود منطقة الجزاء وعايز يشوط تسديدة قوية تخبط في الدفاع تطلع مرة تانية لريال مدريد اللي بيبدأ هجمة سريعة. بصر التاني يا ولد يا لعيب حلو الكورة هو الجول هو الجول يا سلام لكن الدفاع متمركز ترجع مرة تانية لريال مدريد خطف الكورة أقصى اليسار تطلع وتبقى ركلة التماس لمصلحة أبو السعد على سد مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان والأستاذة دعاء مجدي في التصوير. مشكور مشكور كل الشقة حلوة الكرة خطيرة أوبا يا 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 ولد يا ولد يا ولد يا ولد تمر بجوار اليرضى بيرضى تمر بجوار القائم بيرضى هايل يا ولد يا ولد يا لعيب تسديدة روعة الروعة لأبو السعود لأبو السعد أول ظهور بقى لمحة حقيقية حتى الآن في أحداث اللقاء. حلوة الكرة عند ريال مدريد تعالى حريف بصر الثانية ضغط عليه كده من لاعب ريال مدريد طلع الكرة ورجع الكرة لأحمد ياسر. ياسر اللي طلع في قايم بدور الليبرو بيلعب الكرة من أقصى اليسار تماما حلوة كده على لحظة رقم 19 لياسر مرة ثانية بيلعب كرة بينية لكن ما قراهاش لو قراها كانت هتبقى فيها خطورة. لو السعد مرة ثانية تخبط في فرقة ريال مدريد وترجع عند عمرو صلاح اللي بيبدأ الهدفة من عنده في حراسة المرمى تطول الكرة من كل جول لأحمد ياسر يا ولد يا لعيب وضغط عليه جامد جدا هيعمل ايه؟ لكن قدر يستخلص الكرة ويستحوذ عليها ريال مدريد المسيطر والمهيمن على أحداث اللقاء بهدفين حتى الآن واحنا داخلين على المنعطف الأخير من نهاية الشوط الأول. واحدة والثانية لريال مدريد يا ولد يا 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 ابني يا جمال يا جمال يا جمال يا جمال الله 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 تسديده روعه الروعه لابو السعد مره ثانيه لكن والله عامل شبكه عنكبوتيه فريق ريال مدريد حتى الان لسه ابو السعد مش قادر يحل الالغاز مش قادر يفك التلاصم والهبوط اللي عاملها فريق ريال مدريد في الدفاع. الله عليك يا حلو احمد ياسر بيلعب كره بينيه هناك عند ال 19 لكن يا سلام يا عمرو حلو من عمرو الياسر كانها مباراه حراس المرمى النهارده مباراه حراس المرمى النهارده عند ادجار ديفيدز حلوه يا ولد يا ولد يا لعيب يرجع الكرة كده هناك مرة ثانية لحراسة المرمى عند ياسر اللي بيبدأ من أقصى اليمين تماما على مهله كده راجل فايز التنسل عنده ارتياحية عنده أسبقية مهيمن على اللقاء ومسيطر حتى الآن لديفيدز يا ولد يلعب كرة بينية حلوة هناك تعدي تروح مرة ثانية يحجز على كورته في دفع من الخلف لكن تروح لأحمد ياسر كلية الهندسة للجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات تحت قيادة الدكتورة ريهام ممتاز عميدة الكلية مشكورة كل الشكر زينة العميدة حلوة الكرة تسديدة كده لكن فين يا حبيبي فين؟ فين خارج الملعب ركلة مرمى لمصلحة فريق ريال مدريد؟ دافع عسكري واحدة والثانية وسط الملعب عند ريال مدريد بيحط كرة روعة الروعة لكن في ضغط علينا بالسعد يستخلص الكرة ترجع لريال مدريد. الولد ده نشيط جدا لعيب عنده مهارات عنده امكانيات يحط الكرة جميلة جدا يرجع للخلف اقدر جدا يروح حته تاني يا سلام لكن فين ضغط قوي جدا لسه من ابو السعد في هذه الاثناء وترجع وتبقى ركلة تماس لمصلحة ريال مدريد. كابتن شريف فتحي بيرجع الكرة من مكانها طبعا هنشوف اللقطات التحكيمية مع كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الحاج في نهاية اللقاء. حلوة الكرة وعايز يسدد من مرة واحدة لكن فين خارج الملعب تماما ركلة مرمى لمصلحة ابو السعد عايز يستغل كده خروج محمد احمد ياسر عمرو صلاح ويحطها له كده واحدة من بتوع زمان لكن فين راجل بيرجع بسرعة جدا عنده لياقة بدنية عالية الحقيقة حتى الآن احمد ياسر تطلع بره ركلة تماس لمصلحة فريق أبو السعد متأخر بهدفين حتى الآن في مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع في الدورة اللي أقيمت في شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. حلوة الكورة
واحدة والثانية عند ريال مدريد. يرجع الكرة كده عند أبكر ديفيدز لكن تخبط منه تبقى ركلة تماس. تخبط فيه مرة ثانية لكن استخلص كرته. لعيب جيد جدا الهولندا. لعيب جيد جدا نفس ستايل أبكر ديفيدز الهولندي يا ولد. يلعب كرة بينية حلوة لكن خلطة المباراة دي من ياسر للسلام لكن استخلص كرته مرة ثانية وضغط وكرته بيوطه. فين يا حبيبي فين؟ الله 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 لكن الدفاع متواجد وتخلص كده عنقري وترجع مره ثانيه للمستوى وتخلص الكره فين؟ والخروج هيكلف زميلك زمايلك الكتير. يجب الالتزام بمنطقه الجزاء الالتزام بالمرمى لان انت معاك الاسبقيه. حلوه الكوره ترجع لاحمد ياسر مره ثانيه لريال مدريد. ريال مدريد في وسط الملعب هجمه سريعه لكن في ضغط عليه من ابو السعد تتلعب على طول والعطيه هناك لكن فين يا حبيبي فين؟ تطلع لا لسه والله داخل ابو صافي الاخضر واحده والثانيه عند ابو السعد لكن استخلاص من دفاع فريق ريال مدريد اللي معاه الكوره في هذه الاثناء وتسديده قويه تخبط وفجاه عرضيه ثانيه توصل عند عمرو عايز يشوط وشوطه حلوه ياه 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 الله 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 قلت لك يا اخي الخروج هيكلفك كتير. عمرو صلاح بيلعب النهارده مباراه ضد احمد ياسر واحده من هنا واحده من هنا الله الله عليك. مره ثانيه عند ريال مدريد المتقدم بهدفين على فريق ابو السعد حتى الان. ركله تماس تتلعب في كروس عرض جميل لكن ميدي قادم تطلع اقصى اليسار تماما وتبقى ركله مرمى لمصلحه فريق ريال مدريد المتقدم بهدفين حتى الان. احمد ياسر يلعب البينيه في قلب الملعب فين معاه يلعبها اقصى اليمين حلوه الكوره يعدي ويفوت. الولد ده مهاري لعيب عنده امكانيات عنده كره قدم عنده فنيات عنده راس ما بين القدم والمخ الحقيقه. يلعب ركلة التماس يرجع للخلف لياسر اللي بيخرج كده ثاني بدون مبرر. حلوه الكره عند أبكر ديفيدز يا ولد يا لعيب. يلعب الكره البينيه مره ثانيه اوبا لكن علق الكره ويقراها عمرو يطلع في وسط الملعب. عمرو صلاح يا ولد يا لعيب يعدي ويشوف يلعبها يمينه اوبا ياه 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 ايه الاهداف اللي بتضيع دي؟ اهداف تضيع من ابو السعد اهداف في قمه الروعه ومعاها سفره نهايه الشوط الاول. كابتننا الكبير الكابتن شريف فتحي وسعيد الكابتن معتز امين على امل ان نلتقي في الشوط الثاني من طوبى بطاقات الرمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الشوط الثاني يلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم احبائي الكرام مره ثانيه نعود لاحداث اللقاء. لقاء اللي بيقام على ملعب نادي الجمالك اليوم ما بين فريق ابو السعد وفريق ريال مدريد اللي انتهى الشوط الاول فيه تقدم ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء على فريق ابو السعد. ابو السعد اللي معاه ريال مدريد ومعاه كوره دلوقتي في هذه الاثناء وتمرر تعود لحارس المرمى. مباراه هي متوسطة الأداء ولكن فيها فنيات حلوة كورة عن فرقة ريال مدريد اللي طبعا حلوة يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب تاكلنج كده لكن فين يا حبيبي فين؟ ركلة مرمى لمصلحة فريق أبو السعد. كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات حلوه الكوره عند ابو السعد مره ثانيه تسديده هوبا جول 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 جول. حلوه الكوره عند ابو السعد مره ثانيه تسديده هوبا جول 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 جول. رمله لكن رمله حلوه 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 فريق ابو السعد اللي ابتدى يعود اللقاء بهدف طول الدقائق في الشوط الثاني بيباغت كده فريق ريال مدريد ويرجع كده للمباراه مره ثانيه فرقه ابو السعد. حلوه الكوره مع ابو السعد مره ثانيه ريال مدريد واحده والثانيه عند 19 اللي بيدور في وسط الملعب هيكل مين؟ يجي له واحد عليه اوبا يا جماله يا جماله يا جماله يجي له واحد عليه اوبا يا جماله يا جماله يا جماله. هدف جميل 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 بتاع
التسديده هي ايه؟ روح الروح من حقك يا ابني، لمع الحزام لمع، الله عليك يا ابني، يا جماله يا جماله يا جماله، في مين حطها له؟ هدف ايه؟ تسديده صاروخيه من وسط الملعب رقم 19 يرجع مره ثانيه ريال مدريد في المقدمه بثلاث اهداف مقابل هدف على ابو السعد في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع. مرة تانية مع ابو السعد كرة من ناحية الشمال تتلعب واحدة والتانية بيدور ليت اليمين عايز يعمل كروس العرض لكن في ضغط عليه وتبقى ركلة رطلية. كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات تحت قيادة الدكتورة ريهام ممتاز عميدة الكلية ودكتورنا الدكتور صاحب القيمة والقامة الدكتور صلاح عليان وكيل الكلية وده قيادة الدكتورة إيمان صلاح اللي حضر وشرفت في هذه الأمسية العرس الرياضي الكبير حرم الدكتور صلاح عباس مشكورة كل الشكر كل التحية والتقدير على حضور سيادتك في هذا ومؤازرة الرياضة والرياضيين في هذه الأمسية الكروية حلوة الكرة دلوقتي الآن مع ريال مدريد المتقدم بثلاث أهداف مقابل هدف على فرقة أبو السعد أقصى اليسار واحدة والثانية عند ريال مدريد اللي بتلعب بارتياحية بعد ثلاث أهداف على ست مخرجنا الكبير الكابتن مجدي سليمان ومهندسة الصوت الأستاذة دعاء اللي بيصول ويقول دائما في ملاعب نادي الزمالك ضغط قوي جدا لكن يا سلام على عمرو صلاح يطلع الكورة ركلة ركنية بتلعب طولة في وسط الملعب مرة تانية عند ياسر اللي بيطلع دايما من المرمى حلوة كرة عند ابو السعد من اعلى نقطة كده يطلع ويشوف كورته لكن في ضغط عليه ضربة حرة مباشرة بيحتسبها حكمنا الجميل كابتن معتز امين ما ننساش كابتننا الكبير الكابتن احمد ابو الحاب حكمنا الدولي اللي يقول لنا في بعد نهاية اللقاء على اللقطات التحكيمية حلوة كرة في وسط الملعب عند ريال مدريد يا ولد يا لعيب يعمل تاكلينج يسبح يطلع كرة رد التماس يرجعها للخلف باصة والثانية عند ابو السعد اللي عند ريال مدريد في وسط الملعب متقدم بثلاث اهداف تخبط فيها لمسة يد يحتسبها كابتن شريف فتحي حكم الساحة وحكم اللقاء واحدة والثانية يعدي ويفوت لكن ضغط عليه من فرقة ابو السعد المتأخرة بثلاث اهداف مقابل هدف حتى الان في مباراة رابعة الرابعة تحديد المركزية الثالث والرابع في البطولة اللي صار وجاله على مدار شهر رمضان الكريم واليوم مسك الختام النهائي اللي تخرج الكرة ركلة التماس احمد ياسر مرة ثانية لريال مدريد في الخلف عند ياسر مرة ثانية ريال مدريد اللي مسيطر على مجريات الامور مسيطر على احداث اللقاء هو الاقرب للفوز متقدم بثلاث اهداف لهدف حتى الان حلوة كرة مع ريال مدريد واحدة والثانية دائما وابدا عايزين الاحداث الرياضية تكون متواجدة بنناشد سيادة الدكتور صلاح عليان ان عايزين دائما يكون في امسيات كروية عايزين حفاوة وود ومحبة تكون متواجدة دائما ما بين طلبة الكلية حلوة كورة بتلعب بينية ترجع لياسر مرة ثانية ياسر على مهله بيدور يدي لمين يمسك الكورة يلعب الكرة بينية أقصى اليمين واحدة والثانية لكن في ضغط عليه من أبو السعد في هذه الأثناء طبعا ابتدت كده فرقة ريال مدريد تتراجع أبو السعد مرة ثانية وتسديدة جامدة تسديدة جامدة لكن فوق اليارضة كده تقريبا في اليارضة حلوة الكورة مرة ثانية مع ريال مدريد لأحمد ياسر
ياسر بيلعب كره طوليه لكن ترجع لمستواه مره ثانيه. لا والله لريال مدريد للمشاكس، لعيب مشاكس جدا الولد ده. مره ثانيه تتلعب طويله في ظهر المدافعين، عايز يلعبها في المرمى، يستغل خروج احمد ياسر لكن تطلع بعيده، ركله مرمى لمصلحه فريق ريال مدريد المتقدم بثلاث اهداف على ابو السعد المتاخر بثلاث اهداف حتى الان مقابل هدف. مره ثانيه عايز يعمل كده، يلزم فيها لاعب، يلزم فيها الفنيات، وده يا سلام يا سلام يا سلام على اللمسه، لكن تطلع بره ركله مرمى لمصلحه فريق ابو السعد. باصه الثانيه ترجع لريال مدريد مره ثانيه، ضغط عليه يستخلص كورته لكن داخل طاقه. يا ولد يا لعيب يعدي الواحد والثاني والكورته في كده دفعه قويه معاها ضربه حره مباشره لمصلحه فريق ريال مدريد. احلى ما في اللقاء هي روح المحبه والود والتسامح المتواجد ما بين اللاعبين، هو ده اللي عايزين نشوفه دائما وابدا في الملاعب المصريه. ونناشد مره ثانيه الدكتور صلاح عليان على استمراريه هذه الاحداث الرياضيه، وبنناشد السيده الاستاذه الدكتوره ايمان صلاح على استمراريه احداث هذه الاحداث الرياضيه دائما في الملاعب المصريه تحفيزا للطلبه. حلوه كره عند ابو السعد، عمرو صلاح اللي بيلعب الكره البينيه في ظهر المدافعين لكن تطلع وتبقى ركله مرمى لمصلحه فريق ريال مدريد المتقدم على ابو السعد. رمزيه كرويه هي الاروع حتى الان. عدسات مخرجنا الجميل الكابتن مجدي سليمان اللي بينقل لنا الاحداث، بينقل الصوره كما يجب ان تكون. حلوه الكره عند ريال مدريد، يرجع الكره للخلف لياسر، احمد ياسر اقصى اليمين تماما، يرجع مره ثانيه لياسر من اليمين لليسار، دفاع يرجعها لياسر. ابتدى كده ريال مدريد في الانتماش، يرجع في نص ملعبه عايز يعمل كروس طويل لكن يا سلام على دفاع ابو السعد. حلوه يا ولد لعيب، عنده مهارات وامكانيات عاليه هذا اللاعب، ومعاه يا ولد يا ولد يا ولد كعب كده من بتوع ايه؟ من بتوع زمان. حلوه الكوره، يلعب اقصى اليمين تماما يا ولد يا لعيب، لاقصى اليسار تطول وتبقى ركله التماس لمصلحه فريق ابو السعد. الرياضة في مصر ابتدت. حلوة كرة مرة ثانية بعد الهجمة دي ويا ولد، لكن ياسر في الزمان والمكان يرتدي قفاز الإجابة ويمسك كورته وينام كده على الكورة عشان يضيع بعض الثواني. متقدم بثلاث أهداف، عنده ارتياحية، عنده أسبقية حتى الآن في مباراة تحقيق مركزي الثالث والرابع في البطولة اللي بتقام على ملعب نادي الجمارك، بطولة كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. حلوة كورة في وسط الملعب عند ريال مدريد، تلتينة كده قوية لكن تخبط وتطلع وتبقى ركلة تمام لمصلحة ريال مدريد. وانا اتكلم انا مرة ثانية، كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات تحت قيادة الدكتورة ريهام ممتاز عميدة الكلية، وتحت إشراف الدكتور صلاح عليان طبعا الرجل ذو القيمة والقامة وكيل الكلية، وتحت إشراف أسرة الرواد بقيادة الدكتورة إيمان صلاح، أمام الدكتور صلاح عباس والدكتور شريف فتحي والدكتور كريم أسامة وأسرة التنظيم اللي قامت على تنظيم هذا الوقت. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد العيب، تسديده روعه الروعه، القائم بيحول ما بينه وما بين التسجيل، كان كده هيحرز الهدف الرابع ولكن تطلع وتبقى ركله ركنيه لمصلحه ريال مدريد. اسره التنظيم المهندس محمد عباس والمهندس محمد عمرو والمهندس احمد عزب والمهندس يا ولد يا ولد يا ولد يا عيب والمهندس احمد عزب والمهندس يا ولد يا ولد يا ولد يا عيب وجول جول 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 في غفله كده، وانا نبهتك كتير وما سمعتش الكلام يا حبيبي، عملها 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 وحط كرة روعة روعة يحرز فيها الهدف الثاني لفريق ابو السعد لتصبح النتيجة 3-2. حلوة الكورة، لا أقدر تلبس النزل مرة ثانية بديل، وتاكلينج من عمرو صلاح ترجع مرة ثانية ركلة تماس لمصلحة فريق ريال مدريد.
واحده والثانيه وعايز تشوط. هوبا يا سلام يا سلام على الدفاع، يطلع الكره قتل التماس. 19 صاحب قدم قويه ترجع مره ثانيه. ده لعيب يا ابني، ده لعيب يا ابني، لعيب يا ابني والله. يا عكمان يا عتلان يا الروعه والحلاوه يا ابني. لعيب لعيب بتاع زمان فكرنا بيه الخطيب ابو زيد. النجوم الكبار تخبط في القايم وتطلع، يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام. تبقى ركل التماس. الكره فين؟ وقف وقف ليه اللعب ليه؟ خطري خطري. في تغيير ولا ايه؟ ركل التماس. لا عادي تحت الكاميرا التانية. حلوة الكورة عند ريال مدريد، تسديدة قوية لكن السلام يا صلاح، عمرو صلاح يطلع الكورة، كورة روعة الروعة. واحدة والثانية عمرو صلاح تحطها كده عن قطري، تطلع منه تبقى ركله تماس لمصلحه فريق ريال مدريد صاحب القدم القويه. مره ثانيه في الدفاع عن ريال مدريد الهاجم وضغط في هذه الاثناء اللي اصبح بعد تحرك كره اوبا جميل، هدف روعه الروعه. اللي اصبح بعد تحرك كره اوبا جميل، هدف روعه الروعه. 4-2 لريال مدريد، روعه الروعه يا ابني. شوطه جميله جدا، اللعيب ده لسه شايط واحده كده في القائم الايسر، ودلوقتي بايه؟ يا جماله يا جماله، بيمينه بشماله حطها له، عنده قدمين يمنى ويسرى ما شاء الله تبارك الله، لعيب قوي جدا، لاعب فرقه ريال مدريد اللي بيحط فرقه ريال مدريد في المقدمه باربع اهداف، وضغط مره ثانيه وتطلع تبقى ركله التماس. لمصلحه فريق ريال مدريد. حلو عند ابكر ديفيدز اللي نزل مره ثانيه، لعيب نشيط عنده امكانيات وعنده مهارات، ترجع الكوره في وسط الملعب عند 19 صاحب الهدف الثالث في التسديده روعه الروعه. واحده والثانيه يا ولد يا لعيب، 19 مره ثانيه يرجع الكوره لاقصى اليمين تماما. حلوه ريال مدريد، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابني؟ الله عليك، تسديده لكن تيجي في الشباك من الخارج يا ولد يا ولد. وعمو هي نفس الغلط، هي نفس الغلطة. فين يا حبيبي فين؟ اللي ساب مرماه يستعبد كتير. عند ريال مدريد لعيبة ابتدت اللياقة البدنية تقل شوية لكن المهارات ابتدت تحلو، الكرة ابتدت. يا ولد يا ولد يا ولد، تسديدة روعة الروعة، تمر بجوار القايم كده بمليمترات لفرقة أبو السعود. يا ولد يا لعيب، تروح لريال مدريد 19 اللي بيراوغ لكن اراها لاعب ابو السعود. واحده والثانيه هيعمل ايه؟ يدور يدي مين على حدود منطقه الجزاء. فصل ثانيه ولد هوبا، لكن الحارس في الزمان والمكان يمسك كورته. بيضيع بعض الثواني احمد ياسر. مره ثانيه ابكر ديفيد تطلع منه تبقى، لا لسه ولا في الملعب. حلوه الكوره لابو السعود اللي بيلعب كره بينيه. هوبا الثالث، لابو السعود اللي بيلعب كره بينيه. هوبا الثالث الثالث الثالث. الله 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 يا ولد يا ولد يا ولد. تاتا تاتا اقفل الثلاثه. ابو السعود دخل في الماتش 3-4-3 حتى الان. ريال مدريد كرويه خالصه. الله 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 على كليه الهندسه، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، بتقدم لنا مواهب فاسدة كرة القدم، بتقدم لنا مواهب رياضية جميلة. حلوة الكرة عند ريال مدريد اللي بيعدي ويفوت، يدخل في قلب الملعب. يا ولد يا لعيب، ضغط مرة ثانية، يعدي لكن تبدأ وتطلع وتبقى ركلة التماس. مرة ثانية عند أبو السعد ترجع وأوبا، كانت هتبقى رومانتادا غريبة لكن تبقى ضربة ركلة مرمى لمصلحة فريق ريال مدريد. ياسر لديفيد
يا ولد يا لحيف وسط الملعب عايز يلعب الكرة البينية تكبر كده تلاقي ورسوع اللي بيعمل سكر كرة كرة تبقى ركلة التماس ترجع مرة ثانية للخلف عند ياسر اللي بيراوغ وفي ضغط علينا ابو السعد المباراة اشتعلت خلاص باتيل الانزال وقفه يا ولد يا ولد لعيب يا ابني لعيب يا ابني يا ولد يا ولد لعيب يا ابني لعيب يا ابني استحقها فعلا اللي بيغلط يستحلف اللي بيغلط يقابل حذرنا كتير من هذه الاخطاء لاحمد ياسر وما استفادش من اخطائه ويحرص في هذه الاثناء ولمنتدى كانت ابو السوع تسلم ركل التماس وصفر انتهت اللقاء 4-4 هنروح لمكتب المعاناه الترجيحيه ركلات الترجيح او ضربات الحظ الترجيحيه لا 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 والله ماتش جميل جميل ماتش جميل 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 فرقه ابو السعد تحيه وتقديرا واعجابا للاعبين اللي قدروا بعد ما كانوا 2-0 3-1 يرجعوا ويتعادلوا ويوصلوا بهذه النتيجه 4-4 رومنتادا غريبه ما بينهم وما بين ريال مدريد في امسيه هي الاروع في هذا اللقاء نطير سويا لنقطة الجزاء حضور مشرف الدكتور صلاح عليان وكيل كلية الهندسة الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات والدكتور أيمن صلاح مشكورين كل الشكر على هذا الحضور المشرف لهم منا كل التحية والتقدير نطير سويا لنقطة الترجيح عشان نعيش أجواء ضربات الحظ الترجيحية أو ضربات المعاناة زي ما قلت ونصحت ونبهت كتير أحمد ياسر أخطأ كلمت فرقته كتير كلمت فرقته هدفين عمرو صلاح هو اللي هيبدأ في مواجهة لاعب ريال مدريد اللي هيبدأ بالتسديد فريق ريال مدريد لاعب عنده قدم يسرى قوية جدا مورو قطري في مواجهة عمرو صلاح وجها لوقت قطري يا سلام يا سلام لوقت قطري يا سلام يا سلام يا سلام والله قطري كان معاها عمرو صلاح كان معاها وقطري حط هدف روعة الروعة اولى الكرات واحد لا شيء داخل احمد ياسر تسديدة يا سلام يا سلام داخل احمد ياسر تسديدة يا سلام يا سلام يا سلام لاعب ابو السعد يحط هدف روعه الروعه على يمين احمد ياسر عشان تبقى 1-1 رايح للكره رقم 19 ساحب قدم يمنى قويه لاحرز الهدف الثالث من تسديده من وسط الملعب في مواجهه عمرو صلاح حلوه هيعمل يمنى مش ممكن مش معقول مش معقول بره الملعب بتصبح النتيجه 2-1 حتى الآن عمرو صلاح في مواجهة أحمد ياسر يضيع هنا ويضيع هنا لقاء روعة الروعة حتى ضربات الجزاء حتى ضربات المعاناة الترجيحية ركلة جزاء ريال مدريد يسجل يا سلام يا سلام يا سلام ريال مدريد يسجل يا سلام يا سلام يا سلام كرة زحفة أرضية وتصبح النتيجة 2-1 حتى الآن عمرو صلاح أدى أداء طيب وأداء رجولي أثناء المباراة ولكن
ده ما يمنعش انك كبير وانك بطل وانك لعيب كوره حلوه. الكوره عندي مره ثانيه حلوه يا سلام، انت اداء طيب واداء رجولي اثناء المباراه، ولكن ده ما يمنعش انك كبير وانك بطل وانك لعيب كوره حلوه. الكوره عندي مره ثانيه حلوه يا سلام يا مصطفي، يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. ثلاث تسديدات وثلاث تسديدات حصلت كل منهما هدفين لريال مدريد وهدفين لبوسات. محمد احمد ياسر، احمد ياسر وعمر، لكن ياسر يسجل لريال مدريد وهدفين لبوسات. محمد احمد ياسر، احمد ياسر وعمر، لكن ياسر يسجل. يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه الكوره. سندات عمرو صلاح نزل على كتفه الايسر ان شاء الله سليمه باذن الله. نتمنى نخرج من اللقاء سالمين غانمين. ريال مدريد ابو السعود على تنفيذ ركله الجزاء الركله الرابعه، هيلعب ومحمد ياسر تطلع في القائمه وتطلع. يا سلام الركلة الرابعة، هيلعب ومحمد ياسر تبقى في القائمة وتطلع. يا سلام ريال مدريد هو صاحب المركز الثالث. مشكورا مشكورا كل الشكر لفريق ريال مدريد وكل التحية والتقدير لمصعد اللي قدر يعود للقاء وقدر يوصل لمضربات المعاناة الترجيحية لقاء روعة الروعة. كل التحية والتقدير مني محمد الجمال من امام المونيتور. شكرا جزيلا لحضراتكم. المصريين هم حبايبي تعالى تعالى قرب هنا شويه، قرب هنا شويه بس. ايه يا راجل